في الميد بونس، يعني في النص تماما، اللي هو ده this one and this one. في الميد بونس انتيريرلي حلقة نيرف. This is the trigeminal nerve. Trigeminal nerve. هشوفه في النص تماما. Trigeminal nerve. Cranial nerve number 5. Anteriorly في النص هشوف cranial nerve number 5. Trigeminal nerve. Between bones and medulla. السلكس ده سمينا شنو؟ بانتو ميدالر سلكس. في البانتو ميدالر سلكس بالترتيب هشوف كرينيال نيرف نمبر 6، this one abducens nerve، لاترالي وحلقة نمبر 7، facial more laterally حلقة نمبر 8 اللي هو vestibular cochlear nerve. يبقى يا اخواننا البونس انتيريور اللي سهل جدا، توصل كاي سنترال بيزيلر سلكس، بانتو ميدالر سلكس، في الميد بونس انتيريرلي كرينيال نيرف نمبر 5، في البونتو ميدالر سلكس فروم ميديال تو لاترال 6 7 8 7 ف 6 7 6 و 7 و 8. واحد حيسالني سؤال حيقول لي ده شنو؟ حيقول لي شنو؟ تراجمين نيرف. طيب هيقول لي ده شنو؟ شايفين انتو؟ شايفين؟ ما شايفين؟ ده نيرف كبير وجنبه نيرف صغير. نيرف كبير جنبه نيرف صغير. ها آه. نعم لا الاكسسوري ده بيطلع، الاكسسوري بيطلع وين؟ بالجوين. الاكسسوري اكسسوري بالجوين مضلة. لا البضنكل هندلو ده السيريبيلر البضنكل. ترايجمينال النيرف يا اخوانا في التقسيم هو ميكست نيرف، يعني عنده موتور عنده ايه سنسوري. الفانكشن بتاعته شنو ترايجمينال النيرف؟ شنو دنتال يعني بيعمل شنو الاسنان؟ ها از ات سنسوري اور موتور؟ سنسوري. ما عنده موتور؟ عنده موتور، لكن البيج بارت السنسوري. يبقى الاثنين ديل، الاثنين عباره عن شنو؟ تراجمين النيرف. تراجمين النيرف اكزيت باي لارج سنسوري بارت اند سمول موتور بارت. عشان كده شفناهم اثنين، لارج سنسوري سمول موتور. سمول موتور عندنا عضلات اسمها عضلات المضغ، مصر صوب شنو؟ ماستيكيشن. بديها الترايجمينال النيرف زي بديها الترايجمينال النيرف. عشان كده انتيريرلي حتقولوا بيزلر سلكس ترايجمينال النيرف لارج سنسوري سمول موتور بارت، كلهم ترايجمينال النيرف في الانتيريير ميد بونس. في البونتو ميدلري سلكس حشوف 6 و7 و8 من ميديال للاترال. كده ده البونس انتيريرلي. ها ممتازة انت، قالت لكم كمان في واحد بين 7 و 8. انتوا معايا ولا معايا؟ شايفينه؟ شايفين دمنه 7 والكبير ده 8. في 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 نيرف صغير بين 7 و 8، هنا شايفينهم 6 و 7 وده 8، وفي النص ده في نيرف ثاني. This one is called nervous intermedius. هنجيب بالتفصيل nervous intermedius، يعني intermediate بين 7 و 8. nervous intermedius تابع ل 7، it belongs to 7th cranial nerve to facial. يبقى الترتيب حيكون 6 6 7 in between is nervous intermedius then 8 cranial nerve. تمام. إذا بيزلر سلكس بونتو ميدلر سلكس وعندنا distribution of cranial nerves. posterior aspect of the bones. what the structure posterior to the bones. posterior للبونس هنلقى ايه؟ قبل قلت عليكم هنلقى شنو؟ هنلقى شنو؟ هداكم الله. posterior to the bones
فورس فنتريكل. بوستيريور تو ذا بونز از فورس فنتريكل. يبقى ذا بوستيريور اسبيكت اوف ذا بونز اند مدلة ار بارتس اوف ذا فورس فنتريكل. يمثلوا جزء من الفورس فنتريكل. طيب نشوف الاستركشرز الاساسيه في البوستيريور اسبيكت اوف ذا بونز. شوفوا معي بالترتيب. اول حاجه حاشوف سلكس في النص دي اسمه ميديان سلكس. ميديان سلكس يبقى انا حارسم بونز، حارسم ميد برين وحارسم بونز بوستيريال. ودي مضله وبلونجاتا بوستيريال. في الميد بورد ميد بونز حارسم ميديان سلكس. انتيريور اللي سميناه بيزلر سلكس، هنا حاسميه ميديان. ميديان سلكس. لاترال تو ذا ميديان سلكس في اليفيتد اريا، شايفينها دي المنطقه البارزه دي، حابب اسميها ميديال ايمينانس. بين هنا واحده وبين هنا واحده، ميديال ايمينانس، منطقه بارزه. يبقى ميديال سلكس، ميديان سلكس، بعدها ميديال ايمينانس، وفي نهايه الايمينانس حاصل دايليتيشن. يعني شوفوا ما كلها متساويه في النهايه. The eminence inferiorly is large like this. This is the eminence. This is the eminence. The inferior aspect is enlarged. متضخمة. Called facial colliculus. يبقى حاشوف median sulcus, median eminence, with the lower end of the median eminence is called facial colliculus. facial colliculus facial colliculus facial colliculus lateral to the medial eminence is another sulcus. this one هنا sulcus القاعد lateral ده اسمه sulcus limitans. كلها مصطلحات جديدة عليكم، أنا بديكم الأوتلاينز اللي قدام حنفهمها أكثر إن شاء الله. يبقى عندنا ميديان إيمينا، ميديان سلكس، ميديال إيمينانس، the lower end of the eminence is dilated facial colliculus. lateral to medial eminence is sulcus limitans. كأنه بيعمل limiting للميديال إيمينانس. sulcus limitans بيحدد، limitans محدد، sulcus limitans. lateral to the sulcus eminens is triangle. شايفين انه ده triangle ده. This triangle is called vestibulo cochlear triangle. vestibulo cochlear هو الكرينيال نيرف نمبر كم؟ 8. دي منطقته، هو بيطلع anterior لكن دي منطقته. It is the area of vestibulo cochlear nerve. يبقى يا اخوانا posteriorly median sulcus medial eminens facial colliculus sulcus limitans triangle of vestibulo cochlear nerve median sulcus medial eminence facial colliculus sulcus limitans and vestibulo cochlear triangle. this is the posterior aspect of the bones. كوكلير حق البستيبيلو كوكلير نيرف، يعني بستيبيلو كوكلير تراينجل. الكلام ده صعب؟ ها؟ شغلوا الريتيكولار فورميشن بتاعكم البوزيتيف، الاكتيفيتنج ريتيكولار فورميشن. نعم؟ معايا يا شباب؟ خلاص؟ يبقى عندنا posterior aspect of the bones، حتتكلم عن central median eminence، median sulcus median eminence and facial colliculus sulcus limitans and triangles. نشوف المدلة oblongata anteriorly and posteriorly. طيب دي المدلة oblongata anteriorly، ركزوا معي. دي المظلة أوبلونجاتا أنتيريرلي. ف
في النص تماما حنشوف سلكس، حنسميه شنو؟ ميديان سلكس، حنسميه ميديان سلكس. لاترال تو دي سلكس في اليفيتد اريا، يعني دائما انتوا خدوا بالكم انا لما القى سلكس معناها المنطقه اللي بعدها اليفيتد ريجن. ذا اليفيتد ريجن هنا از كولد بيراميد. بيراميد مثل يعني مثل بيراميد هرميه، هي ما هرميه لكن حنجي نعرف ليه. يبقى عندنا دي المظله في النص حنلقى ميديان سلكس، لاترال اللي حنلقى المنطقه اللي بعدها حنسميها ها بيراميدز. بيراميدز بيراميدز لاترال تو ذا بيراميدز از ذا سلكس. لاترال البيراميد في سلكس ده اللي هو شايفين هنا سلكس زي والسلكس زي اسمه انتيرو لاترال سلكس. انتيرو لاترال سلكس انتيرو لاترال سلكس لاترال تو ذي سلكس عندنا بوديز اليفيتد اريا. هذا الاليفيتد اريا حسميها اوليف. يبقى عندنا ميديان سلكس بيراميدز انتيرو لاترال سلكس. بعد الانتيرو لاترال سلكس حلقى شنو؟ اوليف. اوليف هنا اوليف هنا اوليف. لاترال تو اوليف اذا نظر شنو؟ سلكس. هذا السلكس حسميه بوستيرو لاترال سلكس. يبقى يا اخوان ركزوا معي، دي بيراميد ودي بيراميد، في النص بيناتهم شنو؟ ميديان سلكس. لاترال البيراميد حلقة شنو؟ انظر سلكس اللي حيكون منه ها انتيرو لاترال سلكس. لاترال الانتيرو لاترال سلكس حلقة ها اوليف، دي اوليف ودي اوليف. بعدك حلقة سلكس، السلكس حسميه منه بوستيرو لاترال سلكس. بعد البوستيرو لاترال سلكس حلقة البضنكل الماشي لمنه ماشي للسيرابيلم، ماشي للسيرابيلم، ماشي للسيرابيلم اسمه inferior cerebellar بضنكيل. يبقى يا اخوانا ده الانتيريور اسبكت اوف ذا مظله. حنشوف ميديان سلكس، حشوف بيراميدز، بعد البيراميدز حلقه انتيرو لاترال سلكس، بعد الانتيرو لاترال سلكس حلقه نيوكليوس اسمها اوليف، ولاترال للاوليف حلقه شنو؟ بوستيرو لاترال سلكس، وبعد ذاك بوستيرير لبوستيرو لاترال سلكس حلقه الانفيريور سيريبيلر بضنكيل. طيب انتيريرلي في الانتيرو لاترال سلكس حلقه الكرينيال نيرف نمبر 12. يبقى في الانتيرو لاترال سلكس حيطلع كرينيال نيرف نمبر 12 بين البيراميد والاوليف، بين البيراميد والاوليف حيطلع كرينيال نيرف نمبر 12. ده في الانتيرو لاترال سلكس اللي هو هنا في المنطقه دي، ده كرينيال نيرف نمبر 12. طيب بعد الاوليف حلقة سلكس ثاني اسمه شنو؟ بوستيرو لاترال سلكس اللي هو ده هنا، بوستيرو لاترال سلكس منه حيطلع الانفيريور سيريبيلر بنكل. في هذا السلكس حلقة نمرة 9 ونمرة 10 ونمرة 11 بالترتيب من فوق لتحت اللي هم شايفينهم هنا. ده الانتيرو لاترال سلكس فيه الكرينيال نيرف نمبر 12، وده البوستيرو لاترال سلكس فيه الكرينيال نيرف نمبر 9 ونمرة 10 ونمرة 11. يبقى انتيرو لاترال سلكس كونتينز هايبوغلوسال نيرف، بوستيرو لاترال سلكس كونتينز نمبر 9 كرينيال نيرف فروم سوبيريور تو انفيريور. يبقى يا اخواننا انتيريور اسبيكت اوف مظله حتتكلم عن سنترال سلكس بيراميدز، انتيرو لاترال سلكس كونتينز نمبر 12 اوليف، بوستيرو لاترال سلكس كونتين نمبر 9 و10 و11. ده انتيريور اسبيكت اوف مظله اوبلونجات. بيراميدز اوليف انتيرو لاترال بوستيرو لاترال سلكس. نجي اخر حاجه للمظله بوستيريرلي، نمسك المظله من ايه؟
posterior. طيب دي ده الميد برين وده البونس ودي المظلة وبلونجاتا وده السباينال كورد. المظلة posteriorly بيقسموها ل 2 parts. إذا عملت سجل الفيو this is bones مظلة spinal cord spinal cord this is the cerebellum this is the fourth ventricle. ده الفورث فينتريكل. طيب part of مظلة is related to the fourth ventricle posteriorly. This part of مظلة is related to the fourth ventricle. Fourth ventricle is the diamond shape here. This is the fourth ventricle. شكله diamond shape. ده جزء من المظلة اللي عنده علاقة بشنو؟ بالفورث ventricle. واللور part of مظلة is not related to the fourth ventricle. عشان كده posteriorly the medulla is divided into part related to the fourth ventricle. هسميهم open medulla. Opened medulla. كأنها open على منه. Open to the شنو؟ To the fourth ventricle. And the lower part of medulla not related to the fourth ventricle is called closed medulla. يبقى لما تيجي تتكلم عن المظلة posteriorly حتقول لي والله المظلة دي في جزء منها عنده علاقة بالفورث فنتريكل اسمه open مظلة وفي جزء ما عندوش علاقة بالفورث فنتريكل اسمه ايه؟ closed مظلة. ايوه واضح الكلام ده؟ closed مظلة وopen مظلة فرق شنو؟ open to the fourth ventricle closed ما عنده علاقة. طيب ببساطة شديدة هنمسك الكلوز الopen مظلة اللي هي دي ببساطة شديدة سيمبولي. ده open مظلة في الميد لاين هشوف سلكس اسمه ايه؟ ميديان سلكس. بعدك هشوف تراينجلز ده تراينجل وده تراينجل ده تراينجل وده تراينجل. سيمبولي ده open مظلة ميديان سلكس تراينجل اول تراينجل ثاني تراينجل اول تراينجل ثاني ببساطة شديدة. One of these triangles then this one is called hypoglossal triangle. معناها حقاته نيرف hypoglossal نيرف. The second triangle is called vagal triangle حق الفيغاس نيرف الاريا بتاعت الفيغاس نيرف. يبقى يا اخوان الاوبن مظلة هنشوف سنترال سلكس اور ميديان سلكس هنشوف hypoglossal triangle وهنشوف ايه فيغال تراينجل. دي الكلو دي الاوبن مظلة دي الاوبن مظلة دي الاوبن مظلة دي الاوبن مفاتحه في الفورث فنتريك. طيب باقي لنا منو؟ ها كلوز مظلة. طيب ركزوا معي انا هعمل سكشن هنا في المظلة في الكلوز مظلة عشان اشوف كامل هشوف في النص تماما قبل ما امشي اعمل السكشن هشوف سلكس اسمه ميديان سلكس بعد ذاك اليفيشن ده وثاني اليفيشن ده اليفيشن وده اليفيشن سنتر السلكس elevation وانظر elevation posteriorly. The first elevation is called gracile. The second one is called cunate. معناها posteriorly هشوف central sulcus بعده elevations اثنين اسمهم جراسيل بعدهم elevation حسميهم ايه؟ كيونات نيوكلياي. اذا دي سنترال دي جراسيل دي ايه؟ كيونات. بعدك حشوف البيضنكل وبعد البيضنكل حشوف شنو؟ انا ماشي انتيريور اوليف. ممتاز. بعد الاوليف حشوف شنو؟ ها
هشوف شنو براميد بيبقى براميد اوليف بدنكل كيونيت غراسيل نيوكليس يبقى بسهوله شديده الكلوز مظله او المظله اذا عملت فيها سكشن بالشكل ده يا سكشن في النص تماما هشوف المظله عامله كده عملت سكشن هنا عشان اشوف المظله من انتيرير لبوستيرير انتيرير اللي هشوف سنتر السلكس بعده هشوف بيراميد بعده هشوف كيوني اوليف بعد الاوليف هشوف شنو بيدنكل بعد البيدنكل هشوف ايه كيونيت بعد الكيونيت هشوف شنو غراسيل بعدها هشوف غراسيل بعدها هشوف كيونيت بالسنتر الكنال يعني لاحظوا معي كل ما نزلت تحت اللور مظله بيشبه منو سباينال كورد بيشبه السباينال كورد يبقى الكلوز مظله انتيريور اللي هشوف سنترال سلكس بعده هشوف بيراميد بعد البيراميد انتيريور لاترال سلكس بعد الانتيريور لاترال سلكس اوليف بعد الاوليف بوستيريور لاترال سلكس بعد البوستيريور لاترال سلكس انفيريور سيريبيلر بيدنكل بعد الانفيريور سيريبيلر بيدنكل كيونيت نيوكليوس بعد الكيونيت نيوكليوس غراسيل وهنا دي غراسيل ودي كيونيت ودي انفيريور بيدنكل ودي اوليف وده بيراميد ورجعنا واضح صعب الكلام ده صعب ها كثير اسامي جديده عليكم اسامي كثيره ماذا نفعل قال لكم خشوا طب منه قال لكم اقروا منه يبقى اخوانا انا عاوزكم تعرفوا الانتيريور اسبكت والبوستيريور اسبكت لانه انا بعدين هحتاج لهم في الديسكريبشن بتاعنا اي سؤال يا شباب اي سؤال ها ماله نحن قلنا عندنا في السيريبرم فوق اثنين لاترال الاثنين لاترال هيفتحوا في السيرت السيرت هيفتح في الفورس بين السيرد والفورس القناه اللي هتمشي في الميد برين سميناها سيريبرال اكويدكت يعني يبقى من لاترال لسيرد من سيرد لفورس من فورس هيمشي بالسبر اكنويد سبيس بين البيا وال ذس وان وفي الاوبن مظله قلنا عندنا تراينجلز اثنين واحد سميناه هايبوغلوسال والثاني سميناه فيجل ذيس ار ذا ارياز تراينجل اريا بس يعني الاريا بتاعته لكن النيرف نفسه هيطلع وين مش انتيريرلي ها لا دي الاليفيشن اوف ذا برين ستيم بوستيريرلي ان ويتش ذا كرينيال نيرف تيكس اوريجين يعني المحل الطالع منها لكن انا بتكلم عن انه الاوتروكليير نيرف نفسه شايفاه هو نفسه بنفسه طلع ورا ما شايفاه تروكليير نيرف ما شايف التروكليير نيرف هذا هو التروكليير نيرف ده كنيرف ده هنا ما شايفين نيرف نحن شايفين شنو اريا خلاص تروكليير نيرف يمشي بوستيريرلي اوكيلوموتر نيرف يمشي انتيريرلي والباقيين كلهم حيمشوا انتيريرلي ها بدايته من جوا بس هاي عملنا سكشن نحن في المظله في الكلوز مظله عشان نشوف ده انتيرير وده بوستيرير من انتيرير اول حاجه هشوفها سنتر للسلكس بعدها حلقة تو إليفيشنز سميناهم بيراميد بعد البيراميد عندنا سلكس سميناه ايه انتيرو لاترال سلكس حنلقى فيه كرانيال نيف نمبر 12 بعده على طول حنلقى إليفيشن سميناه ايه اوليف بعد الاوليف لقينا الانفيريور سيريبيلر بيدنكل ماشي للسيريبيلا بعده على طول لقينا ها كيونيت دي اسمها الكيونيت نيوكليوس وبعد الكيونيت لقينا غراسيل دي الاستراكشرز يعني هتكون دي غراسيل ودي كيونيت وده بيدنكل وده اوليف وده بيراميد وده سنترال بار هنا زي سميناه بصير ولاترال سلكس هنلقى فيه ثلاثه كرانيال نيرفز 9 وبعد طوالي 10 وبعد طوالي 11 نعم 12 ده ما هيبقى قلصر
و10 ده مالبيجا و11 ده الاكسسوري و9 ده الهايبو وقلص ده القلص الفارنجية النيف. نعم ايوه البيضنكل دي شايله فايبرز يا اما داخله يا اما طالعه فيها الفايبرز يعني هي نفسها سنتيز. نعم اي سؤال يا شباب؟ تفضل. حنشوف ان شاء الله بالتفصيل. حناخد فنتريكولار سيستم اند سي اس اف.